طيب ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هنتكلم عن طلاب ثانويه عامه. انا عارف ان انا مش موفيهم حقهم قوي وممكن اكون ناسيهم شويه، وعشان بعمل فيديوهات كل فين وفين عن الطلاب، فحاول الفتره دي ان انا اركز معاهم جدا وابقى معاهم دايما في الامتحانات وازاي يذاكروا في رمضان وابقى معاهم اول باول كده. فلو انت طالب ثانويه عامه او تعرف حد من طلاب ثانويه عامه تعمل له منشن، وما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب ولايك والكلام ده عشان تفيد اكبر عدد ممكن عشان يوصل الناس بتوع الطلاب يا عم. ويلا بينا نبدا على طول. من غير مقدمات، والسؤال اللي اكتر ناس بتساله في ثانويه عامه هو لسه في وقت؟ هو فعلا لسه في وقت ان انا لم المنهج كله؟ طب انا مش مذاكر اي حاجه خالص وما اعرفش اي حاجه عن الماده او ما اعرفش اي حاجه عن المنهج اصلا عموما كله، هل ينفع اذاكر من دلوقتي وادخل الامتحانات وانا معايا قدر كافي ان انا اجيب درجه عاليه، او انا ينفع اصلا ابدا دلوقتي؟ كل ده هجاوب عليه في الحلقه بتاعت النهارده، فيا ريت تسمع الفيديو ده كويس جدا للاخر. انا مش جاي اقول لك في الفيديو بتاع النهارده اللي هو لازم قبل ما تذاكر تكون مروق الاوضه بتاعتك ومظبط المكتب وانت بتذاكر عليه، وتاكل سناكس قبل ما تذاكر، ولازم تشرب ميه كتير وتاكل كويس وتكون نايم. انا مش هقول كل ده عشان ملوش لازمه دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم هل ينفع اذاكر دلوقتي، هل ينفع ابدا من دلوقتي واخلص المنهج؟ طب ازاي اصلا هبدا من دلوقتي واخلص المنهج؟ عايز استراتيجيه او عايز خطه ان انا ابدا دلوقتي واخلص المنهج؟ ملهاش دعوه بقى باوضه والكلام ده. الكلام ده كان في الاول خالص واحنا قاعدين براحتنا ولسه قدامنا 5-6 شهور على الامتحانات، لكن دلوقتي داخلين ازاي تذاكر على طول في رمضان. طب السؤال بقى الاهم دلوقتي، هو ينفع ابدا دلوقتي لو انا مش بادئ اي حاجة خالص؟ جدا كمان. تعال اقول لك ليه. طب اذاكر ازاي وانا دلوقتي في مشكله ان انا في رمضان، ولو ذاكرت الصبح وانا صايم هبقى صايم ومصدع وجعان فمش هعرف ان انا اذاكر ومش هعرف ان انا اركز، او لو ذاكرت بالليل هبقى متقل من الاكل انا اكلته في الفطار فهبقى همدان وعايز انام برده، فانا برده مش هكون برده مركز وانا بذاكر. طب قبل اي حاجه، بس لو انت من الناس اللي انت بتطبق عشان تذاكر وقاليان انت كده ولد جامد جدا وبتذاكر كل حاجه وما بتعرفش تنام من كتر المذاكره، فانت جاي تخدع نفسك، عشان انت المفروض اصلا تنام طبيعي جدا وتذاكر في الوقت اللي انت صاحي. هتقولي ما هو مفيش وقت؟ لا، لو انت بصيت في يومك هتلاقي ان في حاجات كتيره جدا جدا بتعملها في يومك هي ملهاش لازمه دلوقتي، فحاول تقطع الحاجات اللي ملهاش لازمه دي دلوقتي وتذاكر في الاوقات الطبيعيه. شغل بقى اللي انا مطبق وبقالي يومين ما نمتش والكلام ده ملوش اي لازمه خالص، فنذاكر بعقل. طب ايه هي بقى الاستراتيجيه وايه هي بقى النموذج بتاع المذاكره انا اذاكر فيه؟ اول نموذج عندي اللي انت ممكن تذاكر بعد الفطار. انا بص همسك لك نموذج نموذج، هو في كده دلوقتي نموذجين، ممكن تذاكر بعد الفطار او بعد التراويح، او ممكن تذاكر بعد السحور بعد الفجر على طول كده. فكره بقى انك تذاكر الظهر والعصر والكلام ده مش هتجيب معاك دلوقتي خالص، عشان دلوقتي احنا في رمضان والدنيا حر ومش هتركز اصلا، واي حاجه هتذاكرها في الوقتين دول مش هتبقى ليها لازمه. فنمسك اول استراتيجيه او اول نموذج وهو تذاكر بعد الفطار. كل اللي طالبه في النموذج ده ان انت تذاكر بعد العشاء. طبعا انت هتكون فطران كويس جدا في الفطار في المغرب، وطبعا هيبقى في وقت كافي ان انت تهضم شويه اكل او تستريح من الاكل ده شويه، فتصلي العشاء او التراويح وتبدا مذاكره لحد الساعة واحدة او اتنين. وطبعا انا مش بقول لك انت تحط الكتاب قدامك وما تقومش غير الساعة واحدة او اتنين، لا، انت ممكن تاخد بريك، بس طبعا مش بريك اللي هو لحد ما لا نهاية اللي انت مش تقوم وترجع على الامتحانات، لا، انا قصدي اللي هو بريك تقوم لك جدا نص ساعة ربع ساعة تشرب لك اي حاجة تاكل لك اي سناكس خفيفة وترجع تاني، مش لازم تقعد الوقت كله. اهم حاجة بس ان انت تاكل في الفطار، مش تملى نفسك في الفطار. في فرق اللي انت تاكل وتشبع وتقوم، في فرق انت تاكل وتشبع ولسه في اكل تاني فانا عايز املى اكتر. اهم حاجة بس بعد ما تخلص مذاكرة لحد الساعة واحدة او اتنين، وغالبين هتبقى لحد الساعة اتنين، هتقوم تتسحر او شوف انت هتسحر امتى وتنام طبيعي جدا لحد الصبح. شوف بقى انت هتنام لحد الظهر لحد العصر. مش هقولك طبعا انت لازم تصلي والكلام ده عشان ده مش محتوى دينا، جاي اقولك ازاي تذاكر، فشوف انت عايز تنام لحد امتى. ودي تبقى الاستراتيجية الاولى او النموذج الاول للناس اللي هي عايزة تذاكر بعد التراويح. نيجي بقى للنموذج التاني، انك تذاكر بعد الفجر. وفي الحالة دي هنذاكر من اول الساعة 4 بعد الفجر لحد الساعة 10 الصبح. طبعا برضو مش دايما ان انت تبقى قاعد قدام المذاكرة لحد الساعة 10 الصبح، لا، قوم وعيش حياتك والكلام ده وخد بريكك طبيعي جدا، بس انت تذاكر لحد الساعة 10، هتلاقي نفسك انت ذاكرت 7-8 ساعات. وغير كده انا بفضل اصلا النموذج ده والاستراتيجية دي اكتر، عشان انت هتكون بتستفاد بوقت الفجر ده كله. وقت الفجر هيبقى راحة، الناس كلها نايمة، هتبقى مثلا والدتك او والدك مستنين، هيبقى نايمين عشان مستنين الصبح عشان يروحوا شغلهم، كلكم نايمين وانت الوحيد بس اللي صاحي في الهدوء بقى الطبيعي اللي انت تبقى عايش فيه ده، تذاكر براحتك. وغير كده اصلا وقت الفجر ده هيبقى فيه بركة، وفي مليون واحد قال كده، وانت طبعا اكتر واحد عارف ان فعلا في بركة في الفجر. وبعد ما تخلص الساعة
10 او الساعه 11 ايا كان انت هتقعد لحد امتى، تنام لك لحد العصر، وبعد العصر تقوم وتقعد كده شويه كده تفوق لحد ما المغرب يبدا، وبعد المغرب تنام تاني لحد بالليل. هتلاقي اللي انت نمت متقطع غير الاستراتيجيه الاولى اللي انت نايم وقت معين كله، بس برده هي برده تديك نفس قدر النوم بتاع الاستراتيجيه الاولى، هتستريح برده في النوم ده كويس جدا. طب انا ككريم بفضل اني استراتيجيه او بفكر اني نموذج للمذاكره؟ انا بفضل النموذج التاني اللي هو بتاع الفجر. ليه؟ وقت الامتحان اصلا هيبقى الصبح من الساعه 8 للساعه 10 او من الساعه 8 لحد الساعه 12، هيبقى في الوقت ده. فالوقت ده انت اصلا بتذاكر فيه، انت اصلا متعود اصلا ومهيئ جسمك ومخك ان انت تبقى فايق من الساعه 4 بالليل لحد الساعه 10 الصبح، وهو ده الوقت اللي انت بتكون بتذاكر فيه ومفتح مخك فيه ومعود مخك وهيئ جسمك على ده. فلما تيجي تروح الامتحان هتبقى اصلا انت متعود ان انت في الوقت ده بيبقى مخك مفتوح عشان انت بتذاكر، فهتبقى برده مسترجع المعلومات كلها وانت بتمتحن في الوقت ده. بعيدا طبعا عن ده، ان اصلا الكلام ده هيبقى الفجر، وانا قلت لكم ان الفجر ده بيبقى فيه بركه كبيره جدا ولازم تستغلها، وهتلاقي ان الوقت من اللي هو من الساعه 4 للساعه 10 الوقت ده كبير جدا جدا، مع ان هما الاثنين نفس الوقت بتاع المذاكره، بس الفجر فيه بركه اكتر، وهتلاقي اي حاجه صعبه انت بتفهمها بسرعه. ده افضل واحسن نموذجين ممكن تذاكر فيهم دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي بتاعه رمضان، لا اما بعد العشاء وبعد التراويح، لا اما بعد الفجر، وانا بفضل زي ما قلت لك ان هو يكون بعد الفجر. وعايز اقول كلمتين في اخر الفيديو بس كده، دي ملهاش دعوه بالسكريبت خالص. الافعال او القرارات المهمه جدا في حياتك هتلاقيها دايما صعبه جدا، مفيش حاجه سهله خالص. انت كطالب ثانويه عامه ما تفكرش ان الموضوع هيبقى سهل، مش هتتساوى بحد ما ذاكرش او حد ما فتحش اصلا كتاب. فكره ان انت تاخد حقك دي، ربنا حافظ لك الحق بتاعك. ففكره بقى اللي انت عايز الموضوع سهل، او اللي انت عايز تكون مثلا ما بتذاكرش وعايز تروح في الاخر تلاقي امتحانات سهله، او انت عامل حسابك ان امتحانات هتتلغي والكلام ده مش هيحصل. القرارات المهمه في حياتك دايما بتبقى صعبه، مش هتنجح وانت بتعمل نفس الحاجه اللي بيعملها الناس كلها، يبقى انت كده مش مختلف، يبقى انت كده مش ناجح، انت بس كده بتقلدهم، انت كده بس بتمشي على نفس المسار اللي هم مشوا عليه. لازم يكون عندك انت مسار لوحدك، لازم يكون عندك انت الاجتهاد بتاعك انت. شوف الناس كلها ماشيه ازاي ويمشي اكتر منهم، مفيش طريق سهل. انت كده لسه ما خلصتش ثانويه عامه، فانت لسه ما تعرفش ايه هي الضغوطات اللي بجد فعلا لما تيجي تطلع طبعا للجامعه، لما تيجي تطلع للشغل والكلام ده. فده نموذج صغير من ضغوطات الحياه زي ما بيقولوا كده. لو انت ما بداتش لسه، في فرصه من دلوقتي اللي انت تبدا، ممكن تمسك دلوقتي الكتب دلوقتي وتبقى احسن وتجيب درجات احسن من الناس اللي كانت بتذاكر من اول السنه خالص، عشان هو ممكن ينام اصلا دلوقتي ويعتمد ان هو ايه، طب ما انا كده اصلا مذاكر كل ده، ودي تخدعه الفكره دي تخدعه، فيلاقي نفسه هو مش فاكر اي حاجه خالص. فكره بقى انا بذاكر ده ليه؟ طب الفلسفه ملهاش لازمه، طب التاريخ انا مش هستفاد منه حاجه، الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي، الكلام ده كان في الاول خالص. لكن دلوقتي هو دلوقتي عامل زي الدواء، الدواء بيبقى طعمه وحش وانت لازم تاخده عشان تخف، عشان انت عارف ان هو هيخففك. فانت ذاكر الحاجات اللي قدامك واحفظها وخلاص، عشان لما تيجي تدخل امتحان تحلها وخلاص وتاخد الدرجه بتاعتك وشكرا، وانت اصلا مش هتفتكر اي حاجه من اللي انت ذاكرتها دي بعد ما تخلص ثانويه عامه. فاخدها كده قاعده في حياتك، القرارات المهمه في حياتك دايما هتبقى صعبه جدا. انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، طبعا استنوا فيديوهات تانية. انا ههتم دلوقتي بطلاب ثانويه عامه جدا الفتره دي، يعني عشان دول اهم فتره وهم فعلا بيبقوا محتاجين اي حد يساعدهم في الفتره دي حتى لو بكلمه صغيره. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم، ربنا يوفقكم.